المسائل الأربع. دي تري في في الأول العلم لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن ندعو. فشتا في في التعلم. التعلم. إذا تعلمنا بعد هذا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. إت في في ونجمع بين العلم والعمل. وفي ما ما براكسس نعم اذا تعلمنا وعملنا لابد ان ندعو الى هذا الذي تعلمناه وعملنا به حتى في لا تو حتى مو في تيل كالت دي ونصبر على العلم والعمل والدعوه هو فيها تو ما ولاره هو كالت دي ده نصنع هذا في الدنيا باذن الله نجيب عن اسئله القبر في سفير هار ايده تليفار سو سو في ان شاء الله كلارو سفاره اي الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. أو بفيس فور دي فيري تينا هاد ليجر إي سورة عصر. أقسم الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان خاسر واستثنى من الخاسرين من يأتي بهذه المسائل الأربع. الله سبحانه وتعالى سفرجت في تيد وات ألا منسكر هلا منسكت نافوتابت بوتشت أو دي فوكا سوم كوم سوم دي فيري تينا هاد. نعم. يقسم العلماء رحمه الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام. دي لاردة مطلع سبحانه وتعالى بعرف إنه يدمدم فديلر صبر اللي طول مودية تري الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى نصبر على الصلاة على الصيام على الحج نعم. فشتا طول مودية ليدنا يدنا تام الله سبحانه وتعالى صن دبلي يدفت. For example, some bun, faste, نعم، الثاني الصبر عن معصية الله، يعني نبتعد عن المعاصي، نصبر حتى لا نقع في المعاصي. نعم، الثالث نصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى كمرض، فقر، فقد مال، ابتلاء. Og den tredje er at vi gjør ha tålmodighet med det som befaler oss. fra Allah siden, Sånn som sykdom og død eller andre ting. Ja. Allah vet best.